السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك؟ شيخنا نورة، الحمد عندي لله. سؤالين. في أخت بتشتكي إن زوجها بخيل عليها ولم يعطيها حقها طيب من المصاريف الشخصية بالنسبة لها، فهي بتقول إن هو كل فترة بيعطيها مبلغ للبواب، فهل لها حق إن هي مثلا تأخذ منه جزء من بدون علمه؟ ده أولا. يعني لا يعطى مبلغ لا للبواب تأكل لا حقها؟ تفهمني يا شيخنا لو سمحت. لا لحظة، الأول يعني زوجك الله يجازيه خير قال لك خذ هذه الفلوس أعطيها للبواب، تاخدها لنفسك وتقول أصل زوجي بخيل أنا أولى بالبواب؟ لست زوج، لست زوج العيلة. أنا بفترض يعني، هل أنت يعني أنا برضه أنا أشتغل في النقطة دي، قالت لي إن هو بيحاسبني على كل شيء، حتى لو اتبقى نص جنيه ما يبقهوش ليا، وكاحتياجاتي الشخصية ما بيجيبهاش ليا، فأنا قلت لها استشير فيها تأخذ من ماله بغير علم؟ ولكن لا تأخذ من مال الصدقات. لا، الصدقة سميت لشخص ومن قال لا تصدقي بهذا على البواب، سمى الشخص. الآن تسرق حق البواب الآن. السلام عليكم.